ومعتقل من 7 أيام وإحنا ما درينا اليوم 7. في ذيك اليوم كانت أخته والدة، ولت الصبح الظهر المغرب صنعت في المستشفى، فجاو عليها جماعة يعني المستشفى، فطلع أبوها برا، طلع برا رجل بالتختي جايب زوجته، فأخذ أبوها على الصوب وعلمه، قال له يعني هذا زوج بالتختي يصير أخت طالب وياهم، قال له إن جعفر كذي أخذوا الطلاب والطلاب حقه وياهم رجعوهم، بس جعفر ما رجعوا. هو ما خبرني، طلعنا من المستشفى شفت شفته متغير كل شوي ايش فيك؟ ما قال لي، طلع نركب من السيارة بدل يدير ركب السيارة شغالة لا يرفع على ولا في جعل قدام عن زين ما دعن. قلت له ايش فيك؟ قال لا تحاكيني الحين. زين مشينا سكت عنه ومشينا في السيارة وصلنا الاسكان، اتصل لي واحد من اخوته. قال لي ها اخوي سمعت السالفة؟ قال لي ويش؟ الخبر سمعته؟ قال ويش؟ يقول انا ادري بالخبر بس ما انباش السمعين في السياره. لا يقول لي جعفر اعتقلوه ويا 4 شالوه من الطلاب المخابرات الاردنيه كذي، يعني سمعت هذا الخبر سيدي فلت التلفون وضربت على راسي. جعفر كنت اصرخ وني في السياره يعني لين وصلت البيت، فلت كل شيء من البيت ودخلت البيت وتميت اضرب على راسي واصيح. اتصل واحدة من خواتي وجت، اتصلوا لاخوتي وجو. الحين اني ما بعرف السالفه، لا الولد ليش معتقلينه؟ ويش فيه؟ ويش صاير؟ قال ما ادري انا ولا اقدر الحين اسوي اي شيء ما اقدر. فمهليني لباكر صباح من صباح خير. تم الابو يتصل الى اخوانه، يتصل لخيلانه ان جعفر كذي. وش رسالتك حق السلطات الأردنية؟ أحمل السلطات الأردنية شو اسمه سلامة ولدي، يعني طبوا عليه في بلاد غربة طالب وإيش مسوي؟ يطبون عليه في بلاد غربة ويشيلونه، أقل شيء يعني أقل شيء من عندهم اتصال يطمني عليه، يعني أسمع صوته يقول إن أنا هذا أنا هذا أنا في هالمكان في المخابرات في مركز في أي مكان، هذا اللي أبسط حقوق من حقوق الإنسان. حكومة البحرين مش طالبينها. وحكومة البحرين أطالبها وأحملها سلامة الطالب، هذا طالب هو في مسؤوليتهم في مسؤولية وزارة الخارجية، تسمعني هذا ولدي طالب في وهم مسؤولين عنه، المفروض هي وزارة الخارجية هي المسؤولة عنه. اي حكومة يطلع عندها طالب يصير في شيء في بلد غربة لازم هي تكون المسؤولة عنه. ليش حكومة البحرين يوم رحنا لها قالوا ما يدرون بالسالفة، رحنا وزارة الخارجية قالوا ما عندهم علم بالخبر، تفاجأوا بالجريدة. زين سمعتهم في الجريدة وش سويتهم؟ ما سووا شيء، قالوا جيبوا رسالة وبينوا المعلومات فيها، رد عمه رسالة وبينوا المعلومات فيها ما ردوا عليه. منظمات الحقوق يطلب منها أن هي تطالب عني، يعني مثلا إعلام تشتغل على الإعلام عليه، يعني ما عندنا أحد غير منظمات الحقوق حقوق الإنسان هي اللي تشتغل عليه والإعلام يسوي خبر في العالم يعني ينشره إلى العالم. وإيش أقول يعني ما أقدر أتحكي عن هذا الولد، يعني ولد مربى أدب وأخلاق وما تسخين على الهوى يصيده، يجون بارز مبرز يهجمون عليه هجمة ليل في بلاد غربة، هذا قانون يعني قانون من الدولتين يتفقون عليها، وإيش مسوي؟ يعني ما لا هو مطلوب لا هو مسوي لا هو طالع لا هو داخل، طالب 3 سنوات ما دخل، 3 سنوات في علمه. بعد وإيش أقول؟ 20 يوم لا خبر ولا حس، يعني في القانون هذا اختطاف مو اعتقال، يعني إذا بيختطفون واحد ما تدرين اعتقال، وصل المركز خلوني يتصل لأهله يطمنون عليه. يعني الاعتقال ما يعني جربته عدة مرات ما همني،
هني بيوصل وبيخلوني يتصل، حتى لو خلاه في التحقيق اسبوع ما سمع صوته، بعد اسمع صوته بيودوني جماعة بطمئن علي. في بلاد غربة ما ادري وين يودوني، هل يعني قال قني زياد علي، زيادة علي